جولة على المشهد السياسي مع زميل ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير سمر. يعني عشية عيد الأضحى، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير. وعليك إن شاء الله. آخر خلينا نقول التداول بالعمولات السياسية. صحيح، هي جولة سريعة سمر، الأمور لا تزال على حالة. اليوم فينا نقول وقبل الأعياد اختتمت كل المساعي أقله إلى ما بعد عيد الأضحى. بطبيعة الحال هناك جولات، الجميع يتحدث بإيجابية، ولكن بواقع الحال كل المصادر بتقول أنه بعد في تعنت، بعد في مزايدات بين الأطراف، والأمور على حالة. ما كنا متوقعين شيء كثير. صحيح. تفضلي. شكرا. على الرغم من تطمينات رئيس التيار جبران باسيل للمعارضة بعدم تكريس الحوار كعرف دستوري، لا بوادر لأي تقدم في النقاش الداخلي. وفي أجواء اللقاءات السالفة واللاحقة، يستأنف اللقاء الديمقراطي جولته بعد الأعياد على أن تكون المحطة الأولى بلقاءين، الأول في عين التين مع رئيس نبيه بري، والثاني في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ونقلا عن مصادر جوالة بين الكتل، فإنه لا كيمستري بين كل الأطراف، فالجميع يطلب المستحيل، بينما واقع الحال يستوجب أن يظهر كل الأطراف بعض الليونة. وبحسب المصادر فإن اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي مع الكتائب اللبنانية لم يكن جيدا، إلا أنه كان أقل تشددا وتعنتا من لقائها مع القوات اللبنانية. فالفريقان المسيحيان يتعمدان المزايدة في الملف الرئاسي. هذا ويرى أحد النواب المعنيين بالجولات أن موقف المعارضة يقابله أيضا إصرار ثنائي على مرشح غير قابل للنقاش وهو سليمان فرنجية، ويقول مش ضروري يسحبوا ترشيح فرنجية، بس على الأقل يعطوا إشارة للأخذ والرد. أما عن جولة باسيل فتقول المصادر أن له هما أوحد، وهو عزل القوات والكتائب عن الحوار بغية الاستحصال على أكبر شريحة من المكتسبات من الثنائي، وهو ما تستشعره المعارضة المشتتة فيما بينها، وذلك في مقابل موقف واحد ومرشح ثابت للثنائي الشيعي. وعن المخرج الأنسب إذا استمر الاستعصاء تقول المصادر قد نستعين بصديق. اختتم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته التشاورية الرئاسية، وذلك باجتماع مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحضور النائب سيزار أبي خليل. وتم خلال اللقاء عرض مواقف الأطراف من الدعوة للتشاور على قاعدة الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية أو الذهاب إلى الانتخاب الرئاسي. وأعلن باسيل في مؤتمر صحفي عقده في ميرنا الشالوحي حصيلة لقاءاته مع الكتل النيابية للخروج بصيغة حل لأزمة رئاسة الجمهورية، معتبرا أن شرط النجاح يكمن في تأمين مشاركة 86 نائبا وعدم خروجهم من الهيئة العامة على مدى الدورات كافة. وجوب الانتخاب وفصل الرئاسة عن أي تطور خارجي وعدم الرهان على أي حدث خارجي بيعدل الموازين بالداخل. اثنين، ما في شروط مسبقة للتشاور، والحوار بحد ذاته لما واحد بده يروح على الحوار معناتها هو قابل انه ياخذ ويعطي ويتنازل، والا ما بيعود في موجب للحوار. ثلاثة، السعي للتوافق من خلال الحوار والا الانتخاب، وهذا العنوان الاساسي. أربعة، في ثلاث مراحل بالمسار، في طاولة الحوار بحد ذاتها انعقادها بالاول، في التشاور على الاسم، وفي عملية الانتخاب. ولكن شرط النجاح تنقدر ننجح بهالعملية هو انه نأمن التزام بمشاركة 86 نائب وعدم خروجهم من الهيئة العامة بالدورة لا الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. خمسة، السعي لمشاركة الجميع بهذا المسار، وكل كلام عن تغييب احد او اقصاء احد هو كلام بغير مكانه، لانه لا قدر لأحد على إقصاء أحد. جلسات الانتخاب هي متتالية على 3 أيام، والدورات بقلب كل جلسة هي متتالية على 4 دورات، وساعتها الفرصة متاحة للربح. وسبعة، تكوين مجموعة وازنة من النواب المستقلين والكتل النيابية يلي مؤمنة بمبدأ التوافق.
رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل وفدا من حزب الكتائب اللبنانية ضم النائبين سليم الصايغ ونديم جميل اللذين لم يدليا بأي تصريح بعد اللقاء في عين التينة، إلا أن الصايغ كشف للجديد بعد اللقاء أننا لا نريد وسيطا مع الرئيس نبيه بري ولا مع أي كتلة نيابية، فنحن نتكلم مع الجميع من دون عقد، وهذا هو مبدأ التشاور بحد ذاته. وفي حديث إذاعي قال الصايغ: المطروح اليوم هو ما صدر عن بري، أي إجراء حوار برئاسته وعقد اجتماع مع الكتل. وأضاف أن الوفد طلب منه أن تترافق كل عملية تسهيلية لانتخاب رئيس بضمانات، معتبرا أن الضمانة الأساسية اليوم هي الذهاب إلى جلسة انتخاب. وقال أن ما فهمناه اليوم أنه لا يمكن أن يأتي رئيس فريق في لبنان، وشعرنا بأن هذا المنطق غير سالك عند الرئيس بري، ما يعني إرادة للذهاب إلى رئيس توافقي، ويبقى التفتيش عن المخارج. في المقابل قالت مصادر عين التيني للجديد أن مجرد فكرة اللقاء هي خطوة إيجابية، أما عن عدم الغوص في تفاصيله وعدم تصريح الكتائب فيمكن وصف الأمر كالتالي: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة وبعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أن الكيان الإسرائيلي يفاقم من وتيرة تخبطه وتماديه في التصعيد، متوهما أن اغتيال أو استهداف قادة ميدانيين للمقاومة من شأنه أن يفك الطوق عنه أو يخفف من ثقل ضغوطها عليه لوقف حماقته في غزة. الأمريكي الذي جرى تسويقه وكأنه بادرة لوقف العدوان، وبمعزل عن تداخل وتشابك مقاصده وما ينطوي عليه من نوايا وأهداف، فإن إخواننا المقاومين في غزة هم أولى من لهم الحق بتقدير الموقف السليم الذي يحقق مصلحة مقاومتهم وأهلهم وقضيتهم، ولا يخفى عليهم أن حرص الإدارة الأمريكية لا يخدع أحدا عن التزامها الدائم والداعم للعدو الصهيوني وعن رعايتها لإرهابه وجرائمه في غزة ولبنان وكل منطقتنا العربية والإسلامية. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المقاربات الثلاث التي توفر متطلبات الحوار الجدي والفعلي من دون المساس بالدستور تكمن في وضع مبادرة كتلة الاعتدال الوطني موضع التنفيذ، أما المقاربة الثانية فهي أن يأتي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان ويطلب من بري الاجتماع مع ممثلين عن الكتل النيابية، فتتولى الأمانة العامة في المجلس دعوة الكتل كافة للاجتماع بلودريان الذي يقوم بطرح ملخص عن نتائج جولاته المكثفة على المسؤولين والأحزاب والكتل النيابية كافة، وبعدها ينسحب لودريان ويكمل ممثلو الكتل مشاوراتهم ليوم كامل إذا اقتضى الأمر، فيدعو بعدها بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متعددة حتى انتخاب الرئيس. كما طرح جعجع المقاربة الثالثة، وذلك عبر دعوة بري إلى جلسة انتخابية كما ينص الدستور، وبعدها تجرى الدورة الأولى، وفي حال لم تسفر عن انتخاب رئيس يعلق بري جلسة الانتخاب لمدة ساعة أو ساعتين ويطلب من الكتل التشاور قبل أن يعود ليدعو إلى دورة ثانية حتى انتخاب الرئيس. النائب نبيل بدر أكد ضمن برنامج هنا بيروت تقدم خيار المرشح الوسطي، مؤكدا ضرورة فصل جبهة الجنوب عن الانتخابات الرئاسية. أنا أعتقد وأنه بعد زيارة لودريان الأخيرة أصبحت لم تعد موجودة، وبالتالي كيف لما لودريان بيطلع بنهاية الجولة بيقول انه تم من خلال يعني تواصله من كل الاطراف اصبح عند الجميع قناعة بان مرشحي 14 حزيران لم يعودوا مرشحين لانتخاب لمنصب رئاسة الجمهورية. يعني سقط جهاد عزعور وسقط سليمان فرنج، هذا الكلام اللي سمعناه من لودريان. هن القطرية اول ما اجوا كان مسعاهم مكمل للمبادرة الخماسية، هني عملوا صنداج، عملوا شغل على أسماء المرشحين وشافوا مين أكثر مرشح معقول يجيب 86، وطلعوا بخلاصة أنه هذا المرشح يستطيع أن يحصد 86 صوت، اللي هو جوزيف فون. لا حقول أنا اسمه، واحد من المرشحين الوسطيين اللي ذكرت لك اياهم، هولي بيقدر يجيب 86 صوت لأنه عنده أوكي من أكثر من جهة. هيدا إذا ثنائي مش معه، ثنائي جزء منهم معهم كلهم معه، يعني هولي ما بيجيب 86 من دون الثنائي أكيد.
ومع هذا الخبر نأتي لختام الجولة على المشهد السياسي. سمر، شكرا لك ريف.